بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عشان أقدم لكم بقى الفيديو رقم 42. الفيديو ده يعني أنا هو هيبقى سريع إن شاء الله وبسيط جدا. لما بعد ما بنعمل إندو نخلص إندوند، طبعا السن ما تعتبرش إنها يعني حصل لها ريستوريشن، بمجرد أن خلصت عملت أوبتوريشن وخلاص لازم أكمل السن، أعمل لها بقى فيلينج عادي لو كان الجزء الباقي من الكورونال تو ستراكشر از كود يعني كفايه كويس، ممكن اعمل مجرد حشوه بتعمل ريستوريشن للاندوديتيف للنورمال فانكشن والاثيتكس، خاصه لو في الانتيريور ريجن هعملها بكومبوزيت مثلا، في البوستيريور ريجن هعملها بقى بحاجات كتير. طيب لو ان الريميننج بارت اوف ذا تو ستراكشر سيفيرلي ديستراكتد وكان مفيش sufficient tooth appearing in the oral cavity بحيث أنه ما أقدرش أحضر عليها الفيرال إفكت، هل نقدر نرجع الفيرال إفكت؟ فالفيديو ده مخصص بقى managing of insufficient feral effect لو الفيرال إفكت ما هوش كفاية. طبعا محدثكم أستاذ دكتور ناجي عبد السميع، وكيل كلية للدراسات العليا والبحوث سابقا في احد الجامعات الخاصه، وطبعا استاذ الدنتال ماتيريالز واستشاري التركيبات. طب واحده من الايدر ريكويرمنتس او من الريكويرمنتس بتاع البوست اند كور بريبريشن، يعني هعمل ريستوريشن للسن بحيث ان هعمل بوست داخل القناه وكور عشان ارجع sufficient amount of the appearing tooth أو clinical crown عشان يعمل retention ويدينا resistance كمان للoverlying crown. crown اللي هعمله هنا بالكامل محتاج إلى retention و resistance for اللي retention بالجزء اللي هو الظاهر بالكليك اللي أنا كملته بالإيه بالكور ده. الresistance هيبقى بالفيرال ده، الجزء ده من التوث بسميه الفيرال effect. هو بيبقى الفيرال effect بيبقى عبارة عن إيه؟ من 1.5 ل 2 ملي of the remaining part of the tooth structure كورونا للفينيش لاين. الفينيش لاين هنا طبعا سبجنجل عشان في الانتيريور ريجن، فهيبقى الجزء من السن الطبيعي اللي ظاهر في الفم لازم يبقى من 1.5 ل 2 ملي على الاقل عشان يدينا فيرال افكت، يدينا ريزيستنس للتيبنج والديسبليسنج فورس. لما يجي هنا اللاترال فورس او اوبليك فورس وتحالي الى فيرتيكال فورس بدل اللونج اكس هتتقاوم كويس، انما الهوريزونتال فورس الكراون ده كانوت ريزيستد وذاوت فيرال، من غير فيرال الكراون مش هيقدر يقاوم الديسبليسنج فورس. يعني لو الجزء ده مش موجود وكان كل ده عباره عن كور، يعني الكور بدا من عند الفينش لاين، الكراون هيبقى هياخد الكور ويعمل ممكن يعمل سبليتنج للروت او يطلع بالكامل هو مع الكور ويحصل له ديسبليس، مش هيبقى فيه ريزيستنس فور. طيب هل نقدر نرجع الفيرال افكت ده؟ يعني لو ان السن ده مش ظاهر منه حاجه خالص، ممكن نرجعها زي هنا الجزء ده، السن هنا مش ظاهره خالص، يعني السن ديسترويد عند الليفل بتاع الجنجفا، مفيش نشره توث تو بريبير فيرال. في الحاله دي ممكن اعمل يا اما اعمل لها سيرجيكال بتاع ده كراون لينثنينج، او اعمل اكستروجن ل أرثودونتيكالي للسنة دي للروت ده، بحيث أن أنا أخلق فيرال إفكت وبعد كده أعمل بقى ليه أمشي الستيبس بتاعت البوست أند كور بريبريشن العادية يعني. طيب هنعمل ريفيجن بسيط بسرعة كده على يعني إيه الفيرال. إحنا كنا شرحناها في فيديو سابق اللي هو الفيرال والسيجنيفيكانس بتاعه إندنسري. الفيرال هو عبارة عن إيه؟ بيقول لك إن هو عبارة عن ان الكراون المارجن بتاع الكراون وجزء من
الانتيالجو سيرفيس كمان بتاعه اللي جوه ده تقريبا بيبقى السيرفايكل وان ثيرد بتاع الارتفيشال كراون، لازم يعمل كونتاكت وجريب مع الجزء من الناتشورال توث اللي هو بريبيرد از فيرال ده. يبقى الجزء من الكراون من الناتشورال توث اللي هو كورونا للفينش لاين هو ده اللي هيكون لي الفيرال، هو مع الانتيالجو سيرفيس والكراون مارج، بحيث اي لاترال فورس تيجي على الكراون هيبقى ريزيستد بالجزء بالناتشورال توث اللي هو بنسميه الفيرال. الاثنين دول الجزء اللي هو من الانتيالجو سيرفيس ده مع الفريكشنال مع البارل سيرفيس بتاع الجزء اللي هو كورونال للفينش لاين ده هيديني الفيرال افكت. طيب لو مفيش بقى بارل وول من التوث كورونا للفينش لاين، يعني هنا نو فيرال مفيش فيرال، هل ممكن نطلع نعمل السنه ديت فيرال؟ يعني لو عملت لها ريستوريشن كده اي لاترال فورس كانوت بي ريزيستد، ممكن هتلاقي الكراون مع الكور مع الودد هيحصل لهم ايه بقى؟ ديسبليسمنت وديسلوجمنت، ممكن يديك روت سبليتنج او هما ديسبليس يطلعوا بالكامل از وان يونت مش هيبقى فيه ريزيستنس فور. هل ممكن نرجع نعمل للسنه ديت يبقى لها فيرال افكت؟ اه بنعمل يبقى وي كان ريجين الفيرال، ممكن نستعيد الفيرال افكت. ازاي بقى؟ باما بعمل سيرجيكال كراون لينثنج السيرجري، اعمل ريفلكشن للجم اللي هنا واشيل شويه من البون اللي حوالين الجزء من الروب ده، وبحيث اكريت جزء بقى ايه يبقى كورونال، يعني انقل الفينش لاين يبقى هنا بالظبط. بس لو نقلته هنا من غير ما اعمل السيرجري هعمل انكروشمنت على البيولوجيكال ويتس، هجور على البيولوجيكال ويتس، يبقى بدل ما انا اعمل ريستوريشن ويعيش مده كبيره، لا ده انا دي تكحلها عملتها لان ما عملتش حساب I didn't respect the biological weights. هنا طبعا البيولوجيكال ويتس هنا محترم لان هنا الفينش لاين بيبقى في الجينجيفال سالكس مش نازل عن البيولوجيكال ويتس، انما هنا بالظبط لو انا حاولت انقله تحت من غير ما اعمل سيرجري وارجع اشيل الجينجيفال اعمل لها ريفليكشن واشيل شويه من الالفر كريست بحيث يبقى الفينش لاين ده لما احضر الفينش لاين هنا يبقى بعيد عن الالفر كريست بواحد ونص لاتنين ميلي برضه عشان احافظ على البلش. اعملها بقى بالارثودونتيك اكستروجن، يعني اسحب الروت ده ارثودونتيكالي، يا اما بالسيرجيكال كراون لينثنينج. يبقى يس وي كان، نعم نقدر نعملها عن طريق كراون لينثنينج او الارثودونتيك اكستروجن. يبقى بص بليسمنت cannot compensate for total or partial feral loss، يعني ان انا عملت بوس وعملت كور وعملت كراون ما يقدرش يعوض غياب كامل او غياب جزئي للفيرال اللي هو اتفقد. يبقى لازم الاول ارجع الفيرال واحضره وبعد كده اعمل البوست والكور والكراون. يبقى البوست مايت بليزد اونلي افتر اورثودونتيك اور سيرجيكال كراون ليفتنج، يا لازم اعمل اول سيرجيكال او اورثودونتيك اكستروجن او اعمل سيرجيكال كراون ليفتنج بعد كده اعمل البوست والكور واعمل الكراون. طيب ده الديسيجن ده اللي بياخده طبعا ذيس ديسيجن شود بي بيزد اون ذا بوزيشن اوف ذا توس. يعني الدنتست بيقيم هل الحاله انتيريور ولا بوستيريور، هنا ده البوستيريور، اذا كانوا انتيريور بيعمل orthodontic extrusion ما يعملش surgical crown lengthening، إذا كان posterior في المولر أو premolar بيعمل surgical crown lengthening، هنا ده premolar وهنا ده molar. يبقى ده طبعا مراحل الأشعة للمراحل surgical هيعمل reflection للجم ويشيل شوية من interdental alveolar crest يشيل منها شوية عشان يعمل إيه يعري شويه من الكراون بحيث ويعمل ريفليكشن للجم وبعد كده يحضر بقى الايه التوث عشان يعني هنا هي از كرييتنج
ده زي اللي هو المارجنال ليدج اليفيشن، مارجنال بتاع الريستوريشن، المارجن بتاع الجينجفال، الجينجفال مارجن اليفيشن بالظبط نفس التكنيك هنا في البوستيريور. هنا هيعمل ريفليكشن للكم ويشيل شويه من العض، وبعد كده يحضر الفينش لاين، وهيبقى ده الايه الاكسبوز كورونا للفينش لاين. ده هيدينا ايه الفيرال افكت. يبقى كراون لينثنج از سيرجيكال بروسيدر برفورمد تو اكسبوز اجريد هايت اوف تو ستراكشر ان اوردر تو بروبرلي ريستور ذا تو بروستيكالي. This is done by incising the gingival tissue around the tooth and after temporary displacing soft tissue, predictably removing a given height of alveolar process. You shall show an alveolar process. From the circumference, من حوالين السن يعني حتى interdentally وبقلي وليبيالي. هو من طبعا بيقول لك ان يعني كتير من اطباء الاسنان بيقدروا يعملوا العمليه دي السيرجيكال كراون لينثنينج. لو ما تقدرش تعملها حولها على بريدونتس. طيب في الانتيريور ريجن بقى يحبس، او طبعا في الانتيريور ريجن يحبس ان تعمل اورثودونتيك اكستروجن. يبقى فور ريستورينج انتيريور توث وير ذير از نو فيرال the tooth after endodontic treatment finished no fear here. ما تروحش تعمل على طول بقى ايه preparation وتعمل ايه تنزل الفينش لاين subgingivally وتعمل encroachment على وتدمر البيولوجيكال ويتس. هي بعد كده لو استمرت كده من غير ما تعمل orthodontic extrusion هيبقى المارجن بتاع الكراون هتبقى يعني جايره على البيولوجيكال ويتس وتديك بقى بيرودونتايتس وبوكيت ولوسنس وتيجي كحاله يبقى انت جيت كحاله عملت. لازم تعاول تعمل سيرجيكال ابتدى اورثودونتيك اكستروجن، بعد كده تحضر الفيرال، بعد كده تكمل الكراون بتاعك بحيث الكراون مارجن يبقى سبشنشفال اي، بس هيبقى ايه الفينش لاين بعيد عن البيولوجيكال ويتس على الاقل 1.5-2 مللي برضو، بحيث يبقى نعمل ايه احنا احترمنا البيولوجيكال ويتس وخليناها انتكت وهيلثي وما يحصلش مشكله. يبقى هنا السنه ديت اهيت متكسره خالص بحيث مش ظاهر جزء كبير ما اقدرش احضر فيرال. يبقى الاول عامل لها اورثودونتيك اكستروجن اسحبها بالاورثو، بعد كده احضرها بحيث يبقى في عندي بتاع ده فيرال اهوت واكمل الريستوريشن بتاعها. طبعا لما نقارن بقى الكراون لينثنينج بالأرثودونتيك استروجي كل واحد له مميزات وعيوب. مميزات الكراون لينثنينج هو أسرع شوية من ده بياخد وقت أكتر، يعني ده حتى في الكراون لينثنينج يقول لك يستحسن أن تستنى من 3-6 شهور على ما الجنجفة يحصل لها إيه هيلينج وتبقى يعني ماشية مع الفستونينج بتاع النيبرينج تير. إنما لو عملتها يعني في وقت أكتر أقل من كده بتبقى ماشي الحال، لأنها في البوستيريور ريجن حتى مش هتهمنا قوي تبقى في الاثيتكس يعني. طبعا دي مكلفه ودي مكلفه، بس الاورثودونتيك سيرجن مكلف اكتر، بتكلف اكتر وبياخد تايم كونسيومنج ووقت اكتر، بس ده احسن من حيث الاثيتكس. لذلك ده في الانتيريور ريجن وده في البوستيريور ريجن. طيب لو ما قدرتش اعمل بقى لا بالسيرجيكال كراون لينثنينج ولا بالاورثودونتيك والسنه كانت بادلي ديسترويد لايك ذس، وحتى على الرغم من الاندو سكسسفول ما اقدرش اركب عليها، ما اقدرش اعمل بوست وكور، لان لو عملت بوست وكور ونزلت الكراون مارجن تحت الجنجفة هروح اجور على البيولوجيكال ويتس، او لو عملت بوست وكور والجنجفة المارجن بتاع الريستوريشن بتاع الفينش لاين هيبقى هنا يعني ايكوي جنجفال، هيبقى الكراون والبوست والكور مفيش ريزيستنس فورم وفيه هيتكسر على طول. في الحاله دي اعمل اكستراكشن وحوله بقى، يا اما تعمل له انت او تحوله، يا اما تعمل له فيكسد، يا اما تعمل له امبلانت. شكرا. وده رابط القناه بتاعي تقدروا تشتركوا عليه، يعني تاخدوه تعملوا كوبي وبيست هناك.
وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد من عندي. انا عامل لحد دلوقتي ده الفيديو ال 42 في مختلف تخصصات طب الاسنان. اشكركم ومنتظر اشتراككم وعمل لايك وشير لكل الزملاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.